لباس 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا قبل كل شيء أرحب بالأسرة الإعلامية الحاضرة هنا في مقر أولمبي مدية بخصوص تنصيب المدرب الجديد القديم للأولمبي كمال حركابي. لابد أن قبل أن أبدأ في ذكر تفاصيل تنصيب كمال حركابي لابد أن أعطي نبذة عن كيفية مغادرة الطاقم الفني السابق اللي هو خالد مفتاح، كيف تمت مغادرته لأولمبي مدية. خالد مفتاح لم يقال ولم يستقيل. خالد مفتاح عنده ظروف عائلية مما اضطرته إلى مغادرة الفريق بعد تشاور مع المكتب القيادي للنادي. بعد مشاورات عديدة بين أعضاء المكتب وبالأغلبية الساحقة تم الاختيار كمال حركابي اللي هو ابن الفريق ومدرب سابق مع رفع الساحة الرياضية لتكملة المشوار الذي قام به من قبل السيد خالد مفتاح اللي هو مشكور على ذلك. وكمال حركابي ابن الفريق ومدرب سابق وكان له الفضل الكبير في السنة المقبلة في السنة السابقة من إنقاذ الأولمبي من السقوط، ولهذا وبالأغلبية وبالتشاور تم تنصيب أو اختيار تم وقع الاختيار على كمال حركابي اللي هو كما قلت ابن الفريق. اليوم كمال حركابي يعرف البي جيدا ويعرف اللاعبين جيدا، لهذا نقول له باللي المسؤولية ما هي سهلة وما هي صعيبة، ولكن بتضافر الجهود بتضافر الأطقم الإدارية والفنية والطبية إلى غير ذلك ولاعبين سنسير بهذا الفريق إلى بر النجاح. والكلمة الأخيرة، ونطلب من كمال حركابي أن يسير أو نضع اليد في اليد لنسير بهذا الفريق إلى بر الأمان. كمال حركابي أخونا وصديقنا ولاعب سابق، من هذا المنبر نقول له بأنك راح تسير بهذا الفريق إن شاء الله إلى بر الأمان. الفريق شاب كما يعلم الجميع بأن الفريق شاب يتكون من مواليد 2003-2004، لذلك لابد علينا أن نصبر على الفريق وعلى المدرب. ربما تكون هناك ثغرات، ولكن الثغرات لابد أن نقوم بتصحيحها، لابد أن نقوم بتصحيح هذه الثغرات من حين إلى آخر، لأن الثغرات إذا كانت متواصلة فهناك خلل، هناك خلل. إذن
لابد أن نسير بالفريق وبالإجماع وبالجميع كما نقول أنا بتكاتف الجميع، سواء كان جمهور أو مسؤولين أو مدربين أو لاعبين، بس نخرج بهذا الفريق إلى بر الأمل. اليوم أقول لك كما كركب نعاودها له، المهمة ليست سهلة وليست صعبة، نضع اليد في اليد من هذا المنبر، نضع اليد في اليد ونخرج بهذا الفريق إلى بر الأمل إن شاء الله مستقبلا، ونطلب من الجمهور يصبر على هذا المدرب كما صبرنا على مدربين سابقين، نصبر على هذا المدرب. وشكرا لكم على هذا الالتفاتة أو هذه الزيارة، ونترك كلمة للأخ كمال. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدأ ببدء يعني نشكر رئيس الفريق وطاقم الإداري لنادي أولمبي المندية ومناجل الفريق السيد نزلي ومحمد على الثقة اللي وضعها فيها لإكمال مسيرة السنة الرياضية ولا ما تبقى من البطولة للسنة الرياضية 2023-2024. ما يخفاكمش أنه يعني أنا تقلت المنصب هذا العديد من المرات وفي وضعيات مماثلة، يعني في ظروف جد صعبة، وكان التوفيق من الله، وقمنا بأشياء جميلة للفريق هذا، وآخرها يعني الموسم اللي فات وين قدرنا رب العالمين أننا يعني قدرنا نخلي الفريق هذا في القسم الثاني. وهذا بتكاثف الجهود، يعني الطاقم الإداري والطاقم الفني والمناصرين اللي كانوا أعطاوا دافع كبير للفريق باش قعدنا في لا ناسيونال دو. الموسم هذا سيفري ما بديش مع الفريق لظروف ما، يعني لا داعي لذكرها، واليوم تم يعني كما نقولوا استدعائي ولا طلب مساعدة. اليوم أنا لبيت الطلب، يعني هذا فريق القلب، يعني الفريق اللي أعطاني الكثير، ماشي من الناحية المادية، وإنما يعني إحنا كم لاعبين ولا كمدربين، يعني تقلدنا المنصب هذا عديد مرات كمدرب رئيسي ولا مدرب مساعد. إحنا لبينا الدعوة وإن شاء الله يعني راح نعمل وندير كل ما بوسعنا لإيصال الفريق هذا إلى بر الأمان بالنتائج الإيجابية إن شاء الله، وربي وفقنا. ابتداء من يوم غد يعني المقابلة القادمة اللي راح تكون صعبة في الأرضية تاعنا ضد فريق المشرية، وإن شاء الله يعني النتائج الإيجابية هي اللي راح تعطينا دعم معنوي للشبان تاعنا، اللي ما يخفاكم أنه اللاعبين تاعنا كلهم شبان، باش نكملوا المشوار في ظروف جد وحسنة ونضمن البقاء يعني إن شاء الله بأريحية في أقرب الأجل.